إذا كنت تبحث عن سماعة أذن لاسلكية تعطيك أفضل تجربة صوتية مع فترة عمل كبيرة، فيجب عليك أن تلقي نظرة على هذه السماعة من شركة جوي روم، وهي GRPB1، وإليكم أفضل مميزاتها. أهلا بكم. أولا، تصميم أنيق. تأتي الـ PB1 بتصميم أنيق وعصري، بالإضافة إلى لغة التصميم المعروفة باسم Semi and Air Design، والذي يجعل السماعات ملائمة تماما لتجويف الأذن، ما يعطيها ثباتا كبيرا وفي نفس الوقت بلا ضغط على الأذن، ما جعلها مريحة في أثناء الحركة والتمارين. علبة حفظ السماعات مصنوعة من مواد بلاستيكية عالية الجودة، وهي البوليكربونات والـ ABS. ساعدت هذه المواد على تخفيف وزن علبة السماعات وزيادة قدرتها على التحمل ومقاومة الخبطات والسقطات، إلا أنها أصبحت قابلة للخدش، فيجب عليك الحرص أثناء استخدامها. وكان من الجميل أيضا أن جوي روم جعلت هذه السماعة مقاومة للرذاذ المائي والأتربة بمعيار IPX4، وتأتي بشكل بيضاوي نحيف به من الأمام لمبة الإشعارات. واعتنت جوي روم بالتصميم، حيث تقول إنه أصبح يشبه بشدة شكل الأذن من الداخل لتحقق للمستخدم أقصى راحة. منفذ الشحن هنا نجده Type-C، وستتوفر السماعة في لونين، الأبيض والأسود. ثانيا، بلوتوث 5.3. إحدى أهم نقاط القوة في أي سماعة هي اتصال البلوتوث، وهذا ما لم تغفل عنه جوي روم، حيث زودت الـ PB1 بتقنية بلوتوث 5.3، ومحقق استقرارا كبيرا في الاتصال بينها وبين الهاتف، حتى من مسافة تفوق 10 أمتار، مع معدل تأخير 100 ملي ثانية، ما يجعلها رائعة في ممارسة الألعاب دون الإحساس بأي تأخير في انتقال الصوت. بالإضافة إلى أنها يمكنها الاتصال مع كل الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظامي أندرويد وآي أو إس. ثالثا، صوت نقي وتقنيات صوت عالية. تقدم الـ PB1 تجربة صوتية غامرة مليئة بالتفاصيل والإمكانيات. فنبدأ بالعتاد، حيث تم بناء مكبرات صوت داخلية من الجرافين عالي الجودة بحجم 13 ملم لدعم حجم ترددات صوتية أعلى، إلى جانب استخدام تقنية HIFI لدعم جودة الموجات الصوتية، ما جعلها قادرة على تقديم طبقات صوتية غنية مليئة بالتفاصيل مع درجات بيتا ممتازة. وهناك أيضا تقنية Theater Like لتقديم تجربة صوتية مجسمة مشابهة لتلك التي نراها في قاعات السينما. رابعا، مكالمات صوتية نقية. يرجع الفضل هنا إلى أن السماعة مزودة بأربع مايكات، بالإضافة لتقنية ENC لعزل ضوضاء البيئة المحيطة، وتقنية HD Calling التي تعمل على تنقية صوت المتصل. كل هذه التقنيات ساعدت الـ PB1 على تقديم تجربة اتصال جيدة إلى حد كبير مع صوت نقي. خامسا، بطارية كبيرة واستهلاك منخفض للطاقة. هنا نجد أن بطارية السماعة تأتي بسعة 35 ملي أمبير مع بطارية كبيرة في علبة حفظ السماعات بسعة 380 ملي أمبير، قادرة على إعادة شحن السماعات لثلاث دورات كاملة. تستطيع السماعة العمل بشكل متواصل مع تشغيل الموسيقى لمدة 8 ساعات، وتستطيع الصمود في المكالمات لمدة 4 ساعات متواصلة، ما جعلها رفيقا خفيفا معنا طوال اليوم. أخيرا، سعر متميز. يبلغ سعر السماعة 68 ريالا سعوديا على منصة نون السعودية بخصم 40%، ما يجعلها أحد الاختيارات المتميزة في هذه الفئة السعرية، حيث إن نون لديها المتجر الإلكتروني الوحيد الرسمي لنون في السعودية. كانت هذه أقوى مميزات سماعة جوي روم PB1، فأخبرونا رأيكم فيها، ولا تنسوا أن تدعمونا باللايك.